السلام عليكم. بالنسبة اليوم إن شاء الله ندرسه الوسيط في مقطع الإحصاء، إن شاء الله نشوفه ونحاول نخرجوه بكل حالات، الحالة وين يكون عندنا عدد المعلومات فردي، الحالة وين يكون عندنا عدد المعلومات زوجي، والحالة وين يكون عندنا فئات. بدو بالحالة الأولى اللي هي حالة عدد المعلومات فردي، وقبل هذا نعرفه بعد واسمه هو الوسيط. الوسيط هو المعلومة الوسطى، أي المعلومة اللي تجي في الوسط. مثال، هذا المثال الأول سهل. عندنا الوسيط، عندنا العلامات اللي هي 12 و14 و15، وكنت تشوفوهم. عندنا بالنسبة 12 العلامة الأولى، 14 العلامة الثانية، و15 العلامة الثالثة. هنا في هذه الحالة الوسيط، ما هو الوسيط؟ الوسيط هو هذا. ربعتاش هو العلامة الوسيطية، بحيث كاين قبل واحد ومن بعده كاين واحد، معناتها هو اللي موجود في الوسط، هو الوسيط. تلاحظوا معايا، بصح كاين شرط هنا، هي انك تكون المعلومات تكون مرتبة، وكما تكونش مرتبة يخرج للوسيط خاطئ. مثال، وكنفدو نفس المثال، هاودا نحاولو نخدموه باش تشوفو الخطأ تاعكم. كنكتب 12، بعدو نكتب 15، وبعدو نكتب 14. في هاد الحالة الوسيط يصبح 15، وهذا خطأ. علاش؟ لخاطر السلسلة الإحصائية مراهاش مرتبة، عندنا 12 عاود من بعدها من المفروض كاين 14 عاد باش تجي 15، بصح حنا كي حطينا 15 قبل هنا خرجت لي خطيئة. معنتها أول حاجة قبل ما نمشي نخرج الوسيط لازم ترتبوا السلسلة الإحصائية، وكما تكونش مرتبة معنتها الوسيط كانت تمشي تخدمو بالقلق تخرجوه خاطئ. متفقين؟ متفقين؟ هنا في هاد الحالة الوسيط ولا العلامة الوسيطية هي 14. نمشيو للمثال الثاني، مثال ثاني نوضحو في هذه الفكرة. عندي وسيط العلامات لي 9 10 11 10 11 12 15. عندي أولا هادو راهم مشوشين، معنتها إلا كلي نرتبهم، معنتها نكتب هنا 9، بعدها تجي 10، بعدها تجي 10 الثانية، بعدها تجي 11، بعدها تجي 11 الثانية، وبعدها تجي 12، وبعدها عاد تجي 15. هنا نحسبهم 1 2 3 4 5 6 7، وهنا الأصلية حتى هي نفس الشيء. عندي 1 2 3 4 5 6 7، معنتها ما غلطناش. نمشيو نشوفو درماك الوسيط. الوسيط هنا عندي 7 العلامات، معنتها اللي في الوسط هو هذا، معنتها هذا هو الوسيط، بحيث عندي 3 بعده و3 علامات من قبله، معنتها هو اللي موجود في الوسط. دونك هنا كيش نوجد هذه مباشرة، بعد اللي نرتبها شحال عندي من علامة؟ عندي 7. 7 كان نحوص على الوسط تاعها، تجي 7 قسمة 2 تجينا 3.5، معنتها ما نقدرش نقسم على 2. هذيك 7 نمشي نزيد لها 1، نزيد لها 1 ونقسمها على 2، تعطينا هنا في الأخير تعطينا 4. معنتها هاد الأربعة هي هذه ذات المرتبة الرابعة. نمشي نحسب هنا، هايدي الأولى الثانية الثالثة الرابعة، نصيب 11. حتى نمشي بالترتيب التنازلي كنمشي من الجهة الأخرى، هنا كنمشي نحسب 1 2 3 4، ما يهمناش الترتيب يكون تصاعدي أم تنازلي، في كلتا الحالتين تخرج صحيحة، شرط أنها تكون مرتبة. من الوسيط تاع السلسلة الإحصائية هذه هو ذات المرتبة الرابعة، أي 11.
نروح لمثال آخر، مثال فعل جدول إيجاد وسيط العلامات المدامة للندامة في جدول. عندي العلامة 11 تكرار تحت 3، 13 تكرار تحت 2، 14 تكرار تحت 1، و 15 تكرار تحت 5. هنا مجموع التكرارات اللي هو 11، 3 عندي 3 زائد 1 زائد 2 زائد 3 زائد عفوا 5، تعطينا هنا تساوي 11. أي حتى هذه نفس الشيء، هذه فردية معناتها نرفض 11 نزيد لها، معناتها عندي 11 العلامة، عندي 3 تا 11 وزوج تا 13 ووحدة تا 14 وخمسة تا 15. هنا نضرب معناتها عندي 11 العلامة بكلها، هي نضرب هنا نرفض 11 نزيد لها 1 ونقسمها على 2، نلقى هنا 11 زائد 1 تعطينا 12 قسمة 2 تعطينا 6، معناتها الوسيط هو العلامة ذات المرتبة السادسة. نمشي ونشوفوا هنا في التكرارات، 1 2 3 هاي اللي كنعملوا بالخطوط، 1 2 3 4 5 6. هذه الحالة معناتها العلامة الوسيطية هي 14. هذه لاحظتوا معايا شيء سهل شيء صعيب، تقدروا في اي وقت تخرجوه، ماشي حاجه صعيبه، وفي كل الحالات ماشي ماش فيه مثال صعيب ولا امثله صعيبه، ما كانش مثال صعيب، كل شيء سهل برك، خصني انك تكون تعرف الفكره، كي تكون عندك الفكره تخدم بها كما تحب، تكون فاهمها ماشي حافظ. ثانيه، الحاله الثانيه وين يكون عندنا عدد المعلومات زوج، معناتها كي يكون عندنا العدد تاعهم كيعطونا سي سي احصائيه، العدد تاعهم يكون زوج بس، معناتها يكون عندنا زوج علامات ولا اربعه ولا سته ولا ثمانيه ولا عشره ولا مهم يتمشى بالاثنين، معناتها زوج العدد تاعهم يقبل قسمه على 2. كما المثال هذا سهل، وسيط العلامات 12 13 14 و15. العفو. بالنسبة لهنا في هذه الحالة كما اللي تعلمنا قلنا بلي العلامة الوسيطية ولا الوسيط هو العلامة اللي تكون في الوسط. هنا كان نرفض كمثال، نرفض هنا وصل لي في الوسط، معناتها هنا نرفض العلامتين هادو اللي جو في الوراء والعلامتين هادو، معناتها هنا الوسيط هو هذا الخط، وهذه مستحيلة، هذه شيء غير معقول انه احنا نرفدو في هذه الحاله، نرفدو المركز تاع الجوارين، نرفدو مركز الجوارين اللي هو الجوار تاع هذا الخط، عندي 13 وعندي 14. في هذه الحاله واش نرفد المركز تاعهم، واش نحمل لما 13 زائد 14 قسمه 2 وتعطينا هنا في الاخير النتيجه 13.5. معناتها حنا نرفدو الجوار تاع الوسط اللي خديناه، خاطر ما عندناش عدد، عندنا خط ولا فاصله ولا، في هاد الحالة نرفدو الجوارين، نرفد 13 و14 ونقسم على 2، نحسب المعدل تاعهم ونصيب 13.5، هذا هو الوسيط. لو تركت استخراج وتركت الكتابة كيف اكتب الحل؟ هاد الحالة راكم تلاحظوا باللي هنا هذه العلامة الأولى، هذه العلامة الثانية، هذه العلامة الثالثة، هذه العلامة الرابعة. هنا وصلنا نشوفو باللي رانا نعينو مركز العلامة الثانية والثالثة، الثانية والثالثة، هذي كيش نخرجها؟ شح عندي أنا من معلومة؟ عندي أربع معلومات، هيك عندنا أربع معلومات نقسمهم على 2، يقبلوا القسمة على 2، ما كانش نضيف الواحد، ما نضيفش الواحد هنا لخطر العدد تاعهم زوجي يقبل القسمة على 2. هنا نخرج 4 قسمة 2 وتعطينا 2، معناتها في هذه الحالة هذه البداية، معناتها هنا نرفد الثانية، هذه الثانية صبناها، معناتها نرفدوا اللي موراها هي الثالثة، معناتها هنا نرفد العلامة ذات المرتبة الثانية
الثانية والثالثة ونعمل لهم المركز، نحسب المركز تاعهم ونلقى هنا 13.5. نقول هنا العلامة الوسطية هي مركز العلامتين ذات المرتبتين الثانية والثالثة أي 13.5، حيث 13 زائد 14 لكل قسمة 2 يعطينا 13.5. نمشوا للحالة الثانية، مثال ثاني. مثال ثاني عندنا وسيط العلامات منظمة في جدول، كما اللي خدمنا الحالة تاع المعلوم عدد المعلومات فردي، نحاول نخدمو دروك الحالات وين يكون عندنا زوج. هنا نمشيو نشوفو عدد التكرارات، معنتها شحال عندي من علامة، عندي 3 تاع 12 معنتها 12 12 12، عاود عندي 2 تاع 14 معنتها 14 14، عندي 1 تاع 15 معنتها هي 15 وحدة، وعندي 4 تاع 17 معنتها 17 17 17 17 أربعة تاع المرات. هنا كي نجي نحسب مجموع التكرارات نلقى هنا 4 زائد 1 زائد 2 زائد 3 وتعطينا هنا تعطينا 10. هاد العشرة زوجي، تلاحظوا معي معناتها في هاد الحالة نخدم بالمركز تاع الرتبتين. دروك هنا نمشي نشوف نخرج انا هاد الرتبتين لازم نخرجهم. شا عندي من تكرار، شا عندي من علامة، عندي 10 10 زوجي نقسمو على 2، نصيب هنا 5 معنتها صبت البديو، معنتها نرفد 5 5 واللي من بعدها اللي هي 6. ما هي المعلومة 5 و6؟ نمشي للجدول، هنا عندي 1 2 3 4 5 معنتها الأولى هي 14. عاود عندي بالنسبة لهنا 14 هنا عندي الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، معنتها الخامسة هي 14، السادسة هي 15. معنتها نرفض مركز المعلومتين ولا العلامتين 14 و15. واش نعمل؟ نعمل 14، نعمل هنا باش نوجد الإجابة، نعمل 14 زائد 15 قسمة 2 ونلقى هنا في الأخير 14.5. هذه 14.5 هي العلامة الوسطية وهي الوسيط. هذا أبنائي بالنسبة الحالة تاع الوسيط في الحالتين، الحالة وين يكون عندي العدد تاعهم يكون فردي والحالة وين يكون عندي زوجي. تبقى لنا الحالة الثالثة اللي ويكون عندنا فئات، وإن شاء الله نخدموها في القريب العاجل إن شاء الله نخدمها لكم، ما أنه ما كفانيش الوقت الله غالب نروح نفطر. مرة ما جاء إن شاء الله نتلاقى ونفهمكم بالنسبة للوسيط والحالة الفئات. إن شاء الله ربي يعاونكم ويوفقكم، صحة فطوركم والنجاح إن شاء الله. شكراً.